السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هل يجوز زكاة المال لعمي مع العلم إن هو عنده بيت ملك بس دخله حوالي مثلا 600 700 جنيه في الشهر، وعنده 3 ولاد صغيرين، يعني ما بيكفيش المصاريف عليهم، فهل يجوز إن احنا ندينه من زكاة المال؟ نعم، يجوز إعطاؤه من زكاة المال وإن كان يملك بيتا، ذلك لأنه لا يطالب ببيع بيته من أجل المعيشة، فدخله بالتوصيف الذي ذكرته لا يكفيه. فإذا كان دخله لا يكفيه فهو مسكين، والمساكين مصرف من مصارف الزكوات، والزكاة فيه والحالة هذه أولى من غيره، لأنه قريب وفقير في ذات الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على القريب لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، والله أعلم.